والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتوج الملك محمد السادس بجائزة التميز. تعود الذاكرة لتقرأ مسارا استثنائيا لملك همام منح أبناء الوطن اهتماما استثنائيا في المجال الرياضي، وعبر رؤيته المتبصرة تعدى حدود الجغرافيا ليجعل من المملكة محطة هامة في دعم الرياضة الأفريقية عبر احتضان ودعم لا متناهي تشهد عليه المرافق الرياضية الوطنية والتي لطالما احتضنت المنتخبات والأندية الأفريقية. محليا تميز عهد الملك محمد السادس بنقلة نوعية في المجال الرياضي، فمن إنجاز الأسود في كان تونس 2004 إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005 والتي جعلت الرياضة مدرسة للحياة المدنية، مرورا بالمناظرة الوطنية في سخيرات سنة 2008 والتي شخصت الداء ووصفت الدواء، لتأتي المشاريع التنموية الرياضية تباعا ومعها يأتي الحصاد في جميع المجالات، وآخر الغيث الإنجاز الذي وصل لمرحلة الإعجاز باحتلال الأسود للمركز الرابع في مونديال قطر. ليس بناء الإنسان فقط من حظي بالرعاية المولوية السامية، بل حتى البنيان المتجسد في المرافق الرياضية من أكاديمية محمد السادس وصولا لملاعب الجيل الجديد والقرى الرياضية وملاعب القرب والصرح المعماري العالمي مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كلها بنى تحتية جعلت المملكة قبلة للرياضة والرياضيين. فتموقع المغرب بين الكبار في احتضان أكبر التظاهرات الأفريقية والعربية والعالمية، وهو ما وظف في رفعة الرياضة الأفريقية التي تعترف اليوم بإنجازات وعطاءات ملك ترافع عن قارته في السياسة والتعليم والصحة والاقتصاد وحتى المناخ، وجعل من دعم الرياضة الأفريقية محركا لإبراز الخلق والإبداع لدى أبناء القارة، فحق له التكريم بجائزة التميز التي نالها من هو أهل لها.